يا عاد شبي العباد تشطح في تلفزه في ايميسيون شنو المشكل؟ اي باهي باهي عاملين جو باهي احنا تو كل شيء ولينا قابلينه وكل شيء ولا معقول معناتها باهي باهي بالحق بالحق والله جيم باهي كيفاش تتخيل يكونوا لي زيميسيون المنوعات كيفاش تخيلهم يكونوا؟ لا والله لا تنجم تكون ينجم يكون الشتيح موجود ونجم يكون فما اطار ما نعرفش فما ما نعرفش سي كل شيء ولا شتيح بالنسبه ليك يعني تولي تقلق الحكايه تي صحيت فهمت ها موجود ما تقول ما عبر 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 بكل صراحه نقول شتيحه موجود انا نشوفه فيه كل يوم وحتى نوعيه لي زونشينمون انا كموسيقي من نفس لي زونشينمون في العواده كنا نخدموا فيهم توا اللي تسمع فيهم في التلفزه لي زونشينمون نتاع العوادات نتاع الكباريات نتاع السهريات تراهم في التلفزه حتى فما مطربين بصراحه مش نتاع باش لازم يتغش عليك هيثم الهاني راه لا عادش هو موسيقي مسؤول على الموسيقى نورمالمون يعني صاحبي خويا صديقي وخدمت معاه خدمة مع بعضنا برشا يقلقك مثلا كي ترى مطرب ولا مطربه معروفه تغني في الطربي ونعرفوها بجوها كون تغني اغنيه نتاع كباريات في تلفزه باغ اكزومبل والله يشوف روح حاجه مهمه برشا احنا الحضور نتاع الموسيقى نتاعنا ناقص برشا راهو ناقص برشا صراحه تي بعد ساعات في الكهرباء نبدا نعدي نتكلم مثالش نتكلم بعد ساعات نبدا في الكهرباء نعدي في الليشين نتاع الراديو حتى الزيتونه تلقاهم حاطين سامي يوسف حتى الزيتونه سي با بوسيبل معناتها حط سلاميه حط تبارك الله توا بريق فما 500 فرقه في تونس فما ناس تنشط خويا حط لنا التونسي بالحق حاجه تقلقني وليت بالحق حاجه تقلقني وليت ما تسمعش تونسي واحنا شعب هاك الوطنيه تحط في التونسي اللي ذا الوطنيه مالوريزمون صحيح احنا ناس اي حاجه تجينا نقبلوها ونتبناو القضيه ونعيشوا الدور جيت الموضه العراقيه تبنيناها وعشنا الدور بكل حب عشنا الدور وليت تدخل عليا في بغداد انا بالحق جات الموضه نتاع اللبناني كيف تدخل لبنان تدخل باش تاكل ساندويتش تسمع الخليجي نون بارل بلو عاد الخليج مع السخانه توا حتى في الا التونسي ما خرجش موضه علاش ما خرجتش موضه الموسيقى التونسيه في العالم العربي شوف توا حسين جسمي من دبي جاي يفركس في يا خيله لهنا وخدمها وغناها راشد الماجد جاي يفركس في درشنيه ناس تحب على التونسي واحنا ريت تو مثلا ما نعرفش انا ضربت غنايه ما نعرفش لبنانيه صدقني الناس كل تغني فيها عندك كوبي كولي على الاقل اربع جات فازده مثلا كي استدعوا لي العرس في العائله ولا اصحابي ولا كذا اي عرس نمشي له مثلا تسمع رد بالك معز يتعاركوا عليها الغنايه استنى يتعاركوا عليها مثلا يانا جات بريود يانا صحيح فهمتني عركه اش بك غنيت لي غنايتي مش انا قلت لك خليها لي لا ولا مطرب اول ما يطلع معاك هكا في عواده تغنيت يانا يفرح كي تقول له ما تغنيتش ما تغنيتش هاي بي يانا صدقني تقول عليها غنيت. وعندك اياليل زادة اياليل يانا اياليل شيرين وعندك شو اسمها زادة نتاع صباح زي العسل زي العسل توا عاد زي العسل هذوما توا وليت كي نسمعهم من فما بريود التسعينات سلمتك بضلة يعني تتغنى استمرت في العربون شكون يقول سلمتك مظلة سلفتك مظلة بالحق احنا متفاهمين بلي اي اف ماهيش مقصره مع الفرقه الوطنيه الموسيقى عاد ايوا المطرب كي يجي هو يقول له نحب نغني كذا شوف انا قلت بالنسبه للقنوات معناتها الخاصه هي حره ولكن القنوات الرسميه انا يقلقني انا كقناه رسميه تمثلني خاطر جو باي دي تاكس فهمتني باش هي تكون موجوده فهمتني انا يقلقني انا كقناه رسميه كيما سوقت معناتها مع اكثر من 50 سنه الانماط النمطيه معينه ثقافيه قاعده تطيح في كليشيات جدد قاعده مش ما فهم اللي تخي مال كونسيي ان توكا ما عرفش الكونسلتينغ وكيفاش ماشي ما عرفش شكون اللي قاعد معناتها مصلحه الموسيقى يظهر لي ما نعرفش الحقيقه بيزار شويه فهمتني خاطر كي تحل التلفزه تتفجع ساعات تتفجع انا ساعه ما نتفرجش في التلفزه اما تلقاني متعدي بارازار هكا قاصر الكلوار ماشي هكذا ونتعدى تجي قدامي قناه رش اسمها هذيك فهمت ونتفجع نتشوك بوندون 30 سكوند
هكا هكا ومن بعد نتعدى ونمشي ونعمل في باليش وكا. واضح واضح. تقول انت نعملوا روحنا في بالناش خير خير بعد ساعات نعملوا حاجه اخرى معز. قول. موسيقى في تونس. أي. موسيقى التونسيه قلبه معبي محمد بالحق. تعرف شنو هي الموسيقى التونسيه؟ يحروا بها الوقت. ريتش في ماتش تاع كرة بين ميتون وميتون يحروا بها الوقت، يحط لك طرف موسيقى. المرة اللي فاتت في ماتش تاع انا ما نحبش وقت اللي تتقص تتقص يعني صحيت زين الراجل فنان كي كمل الموال حطوا زياد غرس بدا يعمل استخبار على العود واحد مزين الراجل بشو باش يقول اه كي غزرت خلص عليه. وميتون الثاني نورمال عادي عادي ما فما حتى مشكل عادي نورمال.